قد يكون تصلب الشرايين من أكثر المشاكل الصحية شيوعاً في الأونة الأخيرة في بلدان العالم، والتي عادة ما ترتبط بنمط الحياة غير الصحي. هل من سبل معينة للوقاية من الإصابة بتصلب الشرايين؟ هل من علاجات حديثة؟ وهل المريض شريك الطبيب في العلاج؟ سنتحدث في ملف تفصيلي اليوم في الاستشارة الطبية عن تصلب الشرايين مع ضيفنا الذي سيجيبنا عن كافة هذه الأسئلة وأكثر، الدكتور أسامة عكا، استشاري أول أمراض القلب والشرايين والقسطرة التداخلية. مرحبا دكتور أسامة. مرحبتين، أهلا بك. دكتور أسامة، بداية عندما نقول تصلب الشرايين فالعكس تماما هو للتصلب مرونة، هل يعني تصلب الشرايين فقدانها لمرونتها؟ أول شيء الله يحييك ويحيي جمهورك. إن شاء الله اليوم يكون كلامنا مفيد ومهم، لأن الموضوع خطير جدا. تصلب الشرايين هو عبارة عن فقدان مرونة الشرايين. نعم. تبدأ الترسبات الدهنية والكالسيوم والصفائح ومكونات من مكونات الدم تترسب على بطانة الشريان من الداخل وفي الطبقات نفسها، بالإضافة إلى أكسدتها. هذا التصلب يحدث مع مرور الزمن خلال سنوات. نعم. ويحدث لأسباب مختلفة طبعاً. عادة بيبدأ من الطفولة عند بعض الناس، وأغلب الناس من الأربعينات عند الرجال، وفي الخمسينات عند النساء. يعني الرجال يصابوا في مرحلة عمرية مبكرة أكثر من النساء بحوالي 10 سنوات تقريبا. في أسباب معينة دكتور؟ الهرمونات النسائية هي اللي عادة بتفيد وبتخدم تحمي النساء، وبتخليها يعني لحد ما تنقطع الدورة وإلى آخره، بصير في تغيير بهاي المرحلة، بالإضافة لنمط حياة الرجال اللي عادة بيكون نمط سلبي، يعني بيأثر بالضبط، يعني التدخين بالإضافة لقلة الرياضة، السمنة، هاي كلام. النساء أكثر حرصاً على صحتهم وشكلهم وجمالهم من الرجال، لكن الرجال يعني أغلبهم بيكون مش سائل إلى حد ما. فالتصلب يحدث مع الوقت زي ما حكيت، تفقد الشرايين مرونتها بعد وقت، كمرحلة متقدمة بصير انسداد وجلطة اللي بتسمعنا الجلطة. نعم. وهذه ممكن تصيب الدماغ، القلب، الكلى، الجهاز التناسلي، الأطراف. إذن دكتور، الأعراض ترتبط بموقع الشريان المصاب. أنت كما قلت بأنه هذه الشرايين التي تصاب بالتصلب لا ترتبط فقط بالقلب، إنما في أعضاء مختلفة. نعم. بتوزيعات مختلفة في الجسم. نعم. أعراضها تختلف دكتور؟ أعراضها بالتأكيد تختلف. هو التصلب يصيب عادة كل الشرايين، يعني اللي بيحصل تصلب في كل شرايين الجسم عادة. نعم. مرات بيكون صايب منطقة دون أخرى لأسباب مختلفة. إذا صاب الدماغ مثلا بيحصل دوخة، غثيان. نعم. إعياء، عدم تركيز، غير قادر على السيطرة، غير قادر على الحركة والتوازن والإدراك بشكل طبيعي. الرؤية تتأثر. الرؤية أحيانا تتأثر، بالذات إذا أصيبت الشرايين المرتبطة اللي بتغذي العين. السمع نفس الكلام، وبصير طنين. بالنسبة للقلب لا، بصير لهتة، خفقان، ضيق نفس، غير قادر على إنه يبذل مجهود حقيقي مناسب لعمره. بالنسبة للأطراف تعب دكتور، اللي بيكون نتوقف شوي عند القلب، التعب الذي يشعر به المريض يكون فقط في منطقة الصدر أو منطقة الحنك أو الكتف؟ يبدأ بالصدر، ومرات بضرب على، إذا صارت احنا نتكلم عن ذبحة صدرية، موضوع بيكون هذا متقدم في تصلب الشرايين. التعب مرتبط بمجهود بدني فقط؟ مرتبط بمجهود، وأحيانا بمجهود نفسي. يعني احنا بنشوف هالايام وظروف النفسيه العالميه. نعم. كلها بتخلي الناس مش متحمله، وبيجي بقول لك انا غير قادر. مش كله نفسي، مش كله عضلي. نعم. لكن بعضه شرياني، يعني لازم ينتبه. وبعدين الالم كان في شائعه تقول انا ما عندي الم في صدري وبالذات في الجهه اليسار. القصه مش هيك، ممكن يكون في كتفه، ممكن يكون في ظهره، ممكن يكون في رقبته، ممكن زي ما حكينا في الحنك. إجانا ناس على العيادات وعلى المستشفيات بقول لك أنا عندي مشكلة في أسناني، يبدو في الفك السفلي. نعم. واكتشفت أن عنده مشاكل قلب. وهكذا. فالرجلين، هلأ في ناس تمشي قال لك أنا كنت أقطع 10 كيلو، 5 كيلو، 7 كيلو، الآن بقدرش أمشي 500 متر، بوقف. ليه؟ لأنه تصلب الشرايين نتج عنه تضيق شرايين أو انسداد جزئي أو كلي، بحيث أنه لا يصل الدم
للأنسجة وللعضلات بحيث أنه غير قادر على الحركة. نعم. فهذه هاي شرايين الساقين. شرايين الساقين. ممكن دكتور شرايين الساقين تكون مرتبطة بشرايين الكلى؟ ممكن جدا تكون مرتبطة بشرايين الكلى. ممكن تكون مرتبطة أيضا لأنه زي ما تفضلتي قلتي هي بتصيب كل الجسم. منظوم. انا بقول لك كمان بتصيب كل الجسم. هي ممكن يكون موجود في كل الجسم. ممكن يكون موجود في الدماغ، موجود في القلب، في الكلى وفي الساقين. ممكن في آن واحد اذا كانت فيها الام في الامعاء والمعده ممكن كمان تكون في تصلب في شرايين الامعاء اللي بتوصل للامعاء. يعني الشرايين هي جهاز كبير جدا بالكيلومترات، بعشرات الكيلومترات بالشعيرات الدمويه. في اعجاز في وجود الشرايين في الجسم من الدماغ للساق عشرات بل مئات الكيلومترات. تخيلي شعيرات دموية وتفرعات تصل إلى كل أعضاء الجسم. فأي جسم بيحصل، أي عضو من الأعضاء بيحصل فيه نقص في ترويته نتيجة تصلب الشرايين، نقص ترويته يعني مش عم بوصل دم كافي، مش عم بوصل أكسجين كافي، مش عم بوصل غذاء كافي. طيب اسمح لي دكتور، بما أنك ذكرت نقص التروية، فقر الدم له علاقة في ظهور الأعراض أكثر وبشكل أوضح؟ هذه قصة كمان آخر 20 سنة ظهرت بقوة. كان زمان يحكوا فقر الدم إلوش علاقة بالشرايين. نعم. هلأ فقر الدم يتسبب في ضعف في عضلة القلب أحيانا. نعم. ويتسبب في أعراض ذبحة صدرية أحيانا أخرى، لأن فقر الدم هو الذي يحمل الأكسجين. فإذا حمل الأكسجين والغذاء للجسم وما كانش كافي، معناها الجسم سيبدأ يشكو من يعني بإن، خلينا نسميه العضو، الأعضاء بتصير تإن، لا يصلها غذاء ولا يصلها أكسجين كافي. ففقر الدم والناقل هو الشرايين. والناقل هو الشرايين. نعم. إذا عالجنا فقر الدم وقمنا بتقوية الدم ممكن نعالج إلى حد ما المشكلة؟ لا، فقر الدم هي عبارة عن جزئية، يعني هي واحدة من 100 حالة، يعني شيء بسيط. يعني عند بعض الناس فقر الدم يتسبب في ذبحة أو يتسبب في ضعف في العضلة، هذا شيء واحد. نعم. بس في أسباب كثيرة، يعني أسباب تصلب الشرايين إذا بتحبي أحكي لك عنها. هذا السؤال، الأسباب كثيرة. تتعدد بتعدد الأمراض، فمنها ما هو بيولوجي، منها ما هو وراثي. نعم. ومنها ما هو بيئي دكتور. نعم. تصلب الشرايين هل تشتمل هذه الأسباب كافة أم مثلا نركز على أسباب دون الأخرى في ظهور أعراض تصلب الشرايين والإصابة بها؟ أسباب جينية موجودة عند بعض العائلات، هنالك تسارع في تطور تصلب الشرايين عند بعض العائلات. وفي أسباب أخرى اللي هي ارتفاع ضغط الدم. ارتفاع ضغط الدم لحاله قاتل صامت ممكن انه يسوي تصلب شرايين. سكر الدم، اذا كان الناس عندها مرض السكري كمان بيسوي خلل في بطانه الشريان وخلل في الاكسجين وفي الاكسده وفي الالتهابات وفي التخثرات، بيسوي تصلب. الدهون، الكوليسترول نفس الكلام، الدخان بيقلل ايضا. قبل ان نعرج على الاسباب البيئيه والمكتسبه دكتور، أنت ذكرت من شوي بأنه النساء يصبن بتصلب الشرايين بمرحلة متأخرة عن الرجال لأسباب هرمونية. هذا يقودني لسؤال، هل تناول المكملات الغذائية التي تحتوي على هرمونات مصنعة من خارج الجسم قد تسرع من ظهور تصلب الشرايين أو على العكس تماما تقي من الإصابة بتصلب الشرايين؟ المكملات الغذائية سواء استروجين، تستوستيرون. هلا هذه الهرمونات شيء والمكملات الغذائية شيء. أحيانا المكملات يكون فيها نوع من الهرمونات مثل الأستروجين، مثل فول الصويا دكتور. نعم. للنساء في الصويا في الستين. نعم. وفي كذا، مظبوط هذا الكلام. أنا مع عدم أخذ مكملات غذائية على الإطلاق إلا تحت إشراف طبي. يعني قصة إنه ننزل على الصيدلية ونقول له أعطيني زنك، أعطيني. نعم. مغنيسيوم، أعطيني كالسيوم، أعطيني ملتي فيتامينز، هذا شيء مضر جدا جدا جدا، وعادة بيؤذي الكبد، بيؤذي الطحال، بيؤذي الكلى، وممكن إنه يسبب أمراض أخرى. المكملات الغذائية وجدت لكي تفيد الناس اللي ما عندهمش امتصاص كافي. نعم. رقم واحد. رقم اثنين، بإشراف طبي بحت، يعني ما بيقدرش الواحد يحكي فيتامين دال، فيتامين بي 12،
كالسيوم، الشغلات هاي أخذها على علاتها وعلى رأسي بشكل عشوائي. هاي لازم يكون في إشراف طبي عليها. فأنا ضد أخذها إلا إذا كان هنالك طبيب أو دكتور صيدلي يشرف على هذا الموضوع. غير هيك أنا ضدها. المكمل الغذائي سلاح ذو حدين، ممكن يؤذي ممكن يفيد، وأحيانا في أحيان كثيرة يضر. الشباب دكتور دائما ما نسمع بأنه مثلا يميلون لرياضة كمال الأجسام، رياضة كمال الأجسام وما يتبعها من مكملات غذائية وهرمونية مثل تستوستيرون تقوم ببناء العضلات. سيدتي هذه كمان شيء مأساوي. في الأونة الأخيرة لوحظ الاهتمام بالجسم كثيرا، احنا مع الاهتمام وليس الداخل، مع الاهتمام بالشكل، بس ياريت نهتم بالدماغ وبالقلب وبالعواطف وبالأحاسيس. الاهتمام بالجسم مهم، شيء جميل أن الواحد يهتم بكمال وصحة جسده، لكن البروتينات والهرمونات والستيرويدات عم تأذي الشباب بشكل فظيع. لاحظنا ناس كتير إجاهم فشل كلوي، شباب صغار، يا حرام يعني، شباب صغار يجيهم فشل كلوي من تحت راس البروتينات والكورتيزونات والهرمونات، إشي مأساة يعني. فيا ريت شبابنا الحلوين يهتموا ببناء جسمهم بالرياضة وبالأكل الصحي، ويبتعدوا عن الهرمونات والبروتينات والأمينو أسيدز والستيرويدز، لأنها مؤذية، بالتأكيد مؤذية. هلأ أنا كمان معلش إذا بتسمحي لي أعرج على شيء مهم. كلمة وقاية طول عمرنا بنعرف درهم وقاية خير من قنطار علاج. فإحنا ما بصير إنه نكون نايمين على ودنينا زي ما بقولوا، مغمضين عينينا ومش عارفين إذا إحنا في عنا كوليسترول جوا جسمنا أو دهون جوا جسمنا أو سكر عم بطلع أو الضغط عم بطلع، وأنا بقول والله مش حاسس بإشي. لأنه هذه المشاكل عادة تكون صامتة في البداية. متى تنطق؟ تنطق عندما تؤذي، لما تبدأ تخرب. يعني بتتجاوز 60% من الانسداد دكتور بعدها تنطق؟ مرات تنطق على 30 وعلى 40% من الانسداد. بعدين في شيء مهم كمان، أنا بالنسبة لي بدي أفهم، أنا عم بصرف قاعد على شكلي وعلى سيارتي وعلى بيتي وعلى لبسي وعلى كل شيء، بصرفش على عافيتي اللي هي رأس مالي. يا سلام. عافيتنا رأس مالنا، يعني نتذكر هالجملة، العافية رأس المال، وهذه تتطلب الاحتياط والوقاية. لابد من أنه نعمل فحص دوري عند الأطباء، لابد أنه نعمل فحوصات مخبرية مستمرة. الفحص الدوري يرتبط بالسن؟ يعني الشخص عندما يكون في 40 غير في 20 مثلا بالتأكيد. فحص دوري سنوي شبه سنوي كيف؟ بالتأكيد الفحص الدوري كل ما كبر سن الإنسان يحتاج فحص أكثر من مرة في العام. نعم. مرتين مثلا في العام أو أكثر، حسب كمان أمراضه وحسب أمراض العائلة عنده. صح. يعني إذا كانوا شباب، يا ست الشباب طالما صحته كويسة مش مطلوب منه غير يمر على الدكتور مرة بالسنة أو دكتور المدرسة، شك سريع وممكن يعمل له تحاليل بسيطة يفحص ضغطه. تخيلي بس مجرد أنه نعمل، أنا بدعو لحملة وطنية على مستوى البلاد كلها، ضلك تفحص ضغط في كل مكان، في المول، في السوبر ماركت، في السينما، على باب مطعم، في أي مكان افحص ضغط، لأنه حتكتشف أنه 20-30% من السكان عندهم ضغط، والضغط يخبط جوا الشريان ويخرب. السكر افحص تكتشف أنه عنده سكر، ولك والله ما أنا حاسس يا دكتور. طب ما هو أنت عشان هيك تفحص، فأنت مش حاسس فبدك تروح تفحص. لا تنتظر ظهور الأعراض، لا تنتظر المرض يوصلك، ابدأ أنت بالدفاع، ابدأ أنت بالهجوم قبل ما المرض يوصلك. دائما خليك في حالة تأهب لما قد يحدث. نعم. في أي لحظة من اللحظات بالنسبة لموضوع السكر والضغط والدهون وما شابه. دخان، مأساتنا في الدخان، احنا من أكثر الشعوب في العالم المدخنة. نعم. وطبعا بقول لك لا لا لا، ما في واحد بدخن 4 باكيتات هيعيش عمره 80-90 سنة. صحيح. سيدي واحد، بس هذا زي واحد نط من الطابق الثاني ونفت. هل تخلي الناس كلهم ينطوا من الطابق الثاني وتشوف شو بصير فيهم؟ فرص النجاح 95% منهم راح يطبشوا. نفس الكلام بالنسبة للدخان، الدخان يؤذي سواء بأمراض شرايين، بأمراض كانسر وأورام، بأشياء أخرى. فإذا الدخان، السكر، السمنة، الدهون، الضغط، كلها مؤذية. دكتور، الإقلاع عن التدخين عادة ما توصون بها أنتم كأطباء، ولكنها كلمة مطاطة.
هل تعني تجنب التدخين بالكامل أم مثلاً تقليص عدد السجائر اليومية أم الاتجاه مثلاً من السجائر العادية إلى السجائر الإلكترونية؟ تمام، أنت عم تحكي نفس الأسئلة الجميلة الشائعة في مجتمعنا. يعني أنت قاعدة حالياً تنطقي بنبض الناس، لسان حال المرضى، لسان حال الناس. نعم. الناس دائما بيجونا أنا بقدرش أبطل دخان، بقول له تمام خفف، أنا بدي أعرف كيف بدي أوصله. زي المفاوضات هاي، يعني بدك توصله لمرحلة إنه يقلع. نعم. الإقلاع عن التدخين هو الشيء الأساسي اللي بيهمنا عشان الناس تستفيد. نعم. هلأ في الطريق هنالك وسائل. نعم. ممكن أخفف تدريجي، ممكن أغير من نوع لنوع، ممكن أكون عم باخد درجة أو تركيز عالي، ممكن أني أخد بيت بسموه كان بأرجل يبطل، كان كل يوم يسويها بالأسبوع تدريجيا انخفاض. لو قارنا دكتور ما بين السجائر العادية الإلكترونية والأرجيلة أو ما يسموها بعض البلدان الشيشة، ما هي الأخطر على الشرايين؟ أنا شخصيا حتتفاجئي من كلامي، مش السجائر، هي السجائر مؤذية جدا جدا، إنما الشيشة. الأرجيلة اللي هي يعني أنا بسميها زي حية من تحت بن، بسحب بالمية، فيها جليسرين، فيها مواد صمغية، فيها أصباغ، فيها أصباغ، وكلها تحترق. تخيلي أنت بتحرقي تنر على ورق على خشب في كاز أو في مية وبتشميهم، لسه هذه فيها تبغ، فيها نيكوتين وفيها قطران ومواد أخرى كثيرة. الشيشة مؤذية مثل السجاير إذا مش أكثر. المأساة اللي فيها انها ممتعة، انه بيكون قاعد مش حاسس بالتعب، هو قاعد سعيد. انا بعتبرها القاتل، لانه الرائحة بتدخله تلعب دور دكتور، والرائحة والطعم بتدخل القاتل الى منزلك وانت لا تدري انه حيطعنك بسكينة في لحظة ما، بس تديري ظهرك او تنامي. فانت انتبهي انه، والاخوان كلهم ينتبهوا انه موضوع الارجيلة لا يقل ضررا ابدا عن السجائر. نعم. الفيب اقل لكنه مؤذي، وفي ناس بتقول لك مؤذي للرئه اكثر. الايكوس او الهيتس او اللي هي السجاير الالكترونيه كمان غير لها كمان مؤذيه لكنها اقل. فاحنا الهدف الاقلاع، الطريقه هنالك طرق. والتدخين السلبي ايضا دكتور له دور، والتدخين السلبي كمان يؤذي، والوجود في مجتمع مغلق وكلهم بيدخنوا هذول كمان سلبيات العمل. فالتدخين مهم، وزي ما حكينا عن الامراض، وزي ما حكينا عن الجينات والعائلات ذات التاريخ المرضي في مشاكل امراض الدماغ او القلب منذ الصغر، لابد انها تفحص مبكرا، تفحص كل اولادها. نعم. هيكتشفوا انه عندهم كوليسترول. احنا في عندنا شيء بسميه فاميليال هايبركوليستروليميا، يعني اضطراب في الدهون العائلي. نعم. فهذا متوارد، موجود منذ الصغر في ناس عمرهم 17 سنه اجاهم جلطه، فبدهم ينتبهوا. فهذا مهم بالإضافة للفحص، الفحوصات اللي لازم تنعمل. يطول الحديث عن تصلب الشرايين، وأنت في إجابة سابقة ذكرت بأنه تصلب الشرايين يقود إلى انسداد الشرايين مما يؤدي إلى حدوث الجلطات، لكن لا يحدث بشكل مفاجئ إنما على نحو تراكمي وتدريجي، وهذا لا يدعونا للانتظار. إذن دكتور، في أسوأ الحالات إلى أين سيؤدي الموضوع من الإصابة بتصلب الشرايين؟ هل قد يؤدي إلى الوفاة؟ لا. وبالمقابل هل من علاجات دكتور؟ تمام، هلأ إحنا خلينا نتفق على أنه تصلب الشرايين عرفنا شو هو وشو أسبابه. نعم. إذا صار انسدادات في الدماغ بيسوي جلطة دماغية وقد يتسبب في الوفاة، قد يتسبب في الإعاقة. نعم. أحيانا الإعاقة تكون أصعب من الوفاة. أي إعاقة دكتور؟ إعاقات جسدية حركية. جلطة دماغية إعاقة حركية. نعم. صحيح. إدراكية. صحيح. نظر، حركة، إيدين، إجرين، بصير على كرسي، وبعض الناس بيقعدوا بيناموا، بصير بسموهم فيجيتابل، بصير زي النبتة. والقلب كذلك بصير في جلطة وضعف في عضلة القلب وانسداد، بحيث أنه ما بيقدرش كمان يمشي 10 خطوات لأنه بصير في عنده شيء بنسميه هارت فيلير. نعم. فشل، عجز في عضلة القلب. نفس الشيء الساقين، الساقين أحيانا بتنقص، تضطري لأنه بيحصل عنده انسداد وغرغرينة، وممكن أنه خلص يعني ما يلحقوا، هذا بالشرايين. الشيء الآخر الإيجابي في الموضوع أنه إذا إحنا لحقنا عرفنا أنه هنالك تصلب شرايين بطرق مختلفة، عبر فحص الدم، عبر عمل صورة أحيانا أو صور إشعاعية طبقية للدماغ أو للقلب، أو عبر فحص درجة الكلس في الشرايين بنسميها كاك سكور. نعم. اللي هي كالسيوم سكورينج،
يعني التكلس الأشياء هاي، إذا عنده دهون عنده سكر عنده، عرفنا بنلحقه رأسا بتبدي علاجات، وبنبدأ بنعطي الأدوية اللي بسموها الستاتينات اللي هي أدوية مضادة للكوليسترول وللدهون، بالإضافة لأنها مضادة للأكسدة ومضادة للتخثرات، بنعطي مميعات، بنعطي أدوية الضغط، بنعطي حاصرات البيتا، بنعطي حاصرات الأيس بسموها أيس إنهيبيترز أو أنجيوتنسر ريسبتور بلوكرز، هذه مجموعات عائلات من الأدوية. الأولى المرحلة الثانية، المرحلة الثانية نتدخل عبر القسطرة العلاجية سواء للدماغ أو للقلب أو للساقين، وبندخل وبنصور الشرايين ومباشرة ندخل نفتحها ببالونات ونزرع دعامات أو شبكات عشان يبقى الشريان مفتوح ويوصل دم للمناطق اللي لازم يوصل لها دم. إذن من البداية أولا وقاية حكينا فيها، اثنين فحص مخبري، ثلاثة معالجة الأمراض اللي بنشوفها في طريقنا، وبالبلدوزر زي ما بقوله بالجرافة بندخل وبننظف الشرايين. في أسوأ الحالات ممكن دكتور حالات متقدمة ترجعون إلى الجراحة عبر الطبيب الجراح؟ عملية قلب طبعا، ولا وعمليات في الدماغ وفتح في مناطق في الدماغ في الرجلين، توصيلات شريانية، جراح الأوعية الدموية بتدخل، جراح القلب بتدخل، جراح الدماغ والأعصاب. ونأمل أن لا يصل أي مريض إلى هذه المرحلة. كما قلت درهم وقاية خير من قنطار علاج. نأمل السلامة والعافية لكافة المرضى. شكرا لك دكتور أسامة عوكي، استشاري أول أمراض القلب والشرايين والقسطرة. شكرا لك يا ستي، وإن شاء الله السلامة والصحة والعافية للجميع.